لازم المرأة تبيت جوزها كل 20 يوم تاكل له بدن مرتب. جماعة أكلت أكل وفرقت ما بتعود تهابه لجوزها. شو هالحكي؟ هلا نعيمة ما راح تهابني إلا إذا خلعتها كم قتلة. إن شاء الله مالك ناوي تقتل مركب كمان. أوف معقول الحكي؟ لك ليش تقتلها؟ هيك من غير ليش؟ بفرض إنه عملت شي ذنب معك أو ما سمعت كلمتك، شو بتقدر تقلها؟ بدك تقلها يا حبيبتي ويا روحي؟ إيه ليش بس؟ بدون معنى أصلاً الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة؟ يا حبيبي هذا اللي كان موجود يا حوين التربايتي فيك يا فايز. لا لا مو انت ابني فايز اللي ربيته ابدا مو انت. قال كلمة حلوة قال ولك بس بدي اياها. ليه انت بدك تضل هشيم على نياتك؟ اه والله والله وهي بكسر الحال. انت بدك تضل مع مرتك تشوش وفلوك لحتى تركب على كتافك وتوضع في رجليها وبكره بتشوف. لا حول ولا قوة الا بالله. بدك في امي انا رايح على المحل. وين امي؟ ما بدك تكسر السفرة؟ ما بدي اكسر شيء. جيب لك شيء مكسور؟ لا بس انت بعت لي عبودة وانا بتساهم انا وياه بصير. يلا حاضر. الله معك. دير بالك على حالك امي. صباح الخير يا حسن. شو ست الحسن؟ بين اليوم شمستك عالية كثير. شو بدي اعمل يا مطعم؟ سألنا الثغرة امبارح على الشاي وما كان يخليني اعرف نام وهو عم يحكي لي حكاية. عم يحكي لك حكاية؟ ايه والله يا مطعم. لا وفي الحكاية احلى من الثاني. خذيت العين حولك بجار الحكاية. كنت خايف قبل منك بنص ساعة. غريبة والله. مع انه امبارح قال لي بالليل انه مو ناوي يروح على شغله اليوم. وليش لحتى ما يروح على شغله؟ ما بعرف والله اسألي إله. ما بدي لا اسأله لا يسألني. بدي نعيمة من اليوم ورايح بتفيقي بكير، فهمانة علي ولا لا؟ يعني بألم مشرع، بتفيقي قبل جوزك بساعة، بتعملي له القهوة، بتساوي له نصور وبتبعتيه على شغله، فهمتي ولا عيدي قصتي؟ حاضر مطعم، هنا. قولي على قامة قلبي عليه، راح فايز بدون ما يطلع، كله بدون. قومي يلا قومي، قومي اعملي لنا نصور خلصيني. بس أنا مو جوعانة هلا. بس أنا جوعانة، حركي يلا بلا نياطة يلا. حاضر مطعم. وين رايحة؟ رايحة على المحطة تسوي لي شيء. اللي معي صينية القهوة، ليه في الفناجين منيح؟ لأنه لقيت حمرتي على الفنجان. يلا